للحديث إذن عن الاحتلال الأمريكي في العراق وهيمنة الميليشيات الموالية لإيران على البلاد، معنا هاتفيا مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. مرحبا بكم أستاذ مصطفى. حياكم الله، أهلا بكم ومشاهديكم الكرام. وحياك الله. مستشار السوداني الآن خالد الشمري تحدث عن شرخ في العلاقة بين الميليشيات الموالية لإيران وبين السوداني، هل ترى بالفعل واقعية حدوث ذلك؟ بالطبع لا يوجد شرخ بين الميليشيات والسلطة التي شكلتها هذه الميليشيات. الطرفان يعرفان حدودهما ويعرفان إمكانياتهما ويعرفان ما تحكمه هذه الحدود وهذه الإمكانيات من طبيعة العلاقة بين الطرفين. السوداني لا يمكن أن يخرج عن أوامر الميليشيات التي جلبته من الخطوط الخلفية في سلم أو في صفوف السياسيين، بين قوسين السياسيين الاحتلاليين، وجاءت به ودفعت به إلى الواجهة. وهذا الأمر ليس استنتاجا ولا تحليلا، وإنما أقصد أنه لا يمكن أن يخرج عن أوامر الميليشيات. الميليشيات تعقد اجتماعا أسبوعيا في يعني مكاتبها، وتستدعي رئيس الوزراء، رئيس وزراء النظام الاحتلالي الطائفي الإرهابي الحالي، وتلقنه ما يمكن أن يقوم به. الجميع يعرف، مرة أخرى أكرر، الجميع يعرف حدوده وإمكانياته، ولا يمكن أن يخرج أي طرف عما هو مرسوم له إيرانيا بالدرجة الأولى، ووفق التفاهمات والتوافقات الأمريكية الإيرانية أيضا. بقضية القوات الأمريكية الموجودة داخل العراق، ماذا يريد السوداني؟ خروج هذه القوات أم بقائها، ولا سيما مع توجه الأمور نسبيا الآن إلى الهدوء، أعني في ضمن الميليشيات داخل العراق بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة؟ أولا، الجميع يعرف أن التصريحات التي تخرج إلى العلن لا قيمة لها. هذه التصريحات يراد منها الاستهلاك الداخلي وإرسال رسائل يعني في دعائية لبعض الجهات الداخلية. ولا السوداني وعناصر الميليشيات أو وزعامات العصابات الإرهابية الميليشياوية يؤكدون بالسر على بقاء هذه القوات الأمريكية. الولايات المتحدة هي من جلبت هؤلاء جميعا وسلمتهم حكم العراق، وهي التي أنشأتهم وأنشأت بعض هذه الميليشيات أو معظم هذه الميليشيات وسلحتها جميعا ومولتها وجهزتها، وهي التي دفعت بها لقتل العراقيين طيلة نحو 20 سنة. وبالتالي لا يمكن أن تتخلى الميليشيات عن ربتها أمريكا، ولا الولايات المتحدة يمكن أن تتخلى عن الأدوات القذرة التي تستخدمها لتدمير، والتي استخدمتها فعلا لتدمير العراق وقتل أهله ونهب ثرواته. الأطراف جميعا، الأمريكية والإيرانية والميليشياوية بكل تصنيفاتها، متفقة على قواعد تحكم العلاقة بين هذه الأطراف. وكما تفضلت في الإشارة إلى موضوع الهدوء الذي تشهده ما يسمى الجبهة العراقية من قبل فصائل مقاومة سليماني، محور مقاومة سليماني التي لا علاقة لها على الإطلاق بمفهوم مقاومة الاحتلال، وإنما هي أدوات إيرانية. عندما يتحدث العالم عن حقائق من قبيل أن هذا الهدوء ناجم عن أوامر نقلها إليهم أو وجهها إليهم إسماعيل قاآني، فهذا يؤكد على أن هذه الألاعيب التي كانوا يمارسونها تمارسها هذه الميليشيات ضد مقرات أمريكية لا علاقة لها بالعراق ولا بمصالحه ولا بمقاومة الاحتلال، وإنما هي تعبير عن الرغبات الإيرانية وتحقيق للأجندات الإيرانية أولا وأخيرا. وهذا هو يعني خلاصة، أو هذه هي خلاصة ما يجري في العراق منذ
سنوات طويلة. هذه الميليشيات متى ما أرادت إيران أن تحركها تحركها، ومتى ما أرادت أن تحجمها تحجمها، متى ما أرادت أن تلجمها عن فعل ما فهي ببساطة شديدة تصدر أوامرها، بل تومئ لها فقط مجرد إيماء ويتوقف الحال، أو تستأنف الهجمات عندما ترغب طهران بذلك. أيضا ما الذي تقرأه أستاذ مصطفى من تصريح السفيرة الأمريكية، ما نقل عن هذا التصريح بعد لقائها السوداني، تتحدث عن اتفاق توصلت إليه مع السوداني قبيل زيارته إلى واشنطن، تضمن بحث العلاقات الاقتصادية وسيادة العراق وأمنه بحسب تعبيرها. أولا هذه تعابير دبلوماسية، يعني لا تعبر عن محتوى الاجتماعات بشكل حقيقي بين الأطراف المعنية، سواء أمريكية كانت أو غيرها، مع الجهات المتحكمة بالعراق والمهيمنة عليه. هؤلاء ينفذون ما هو مطلوب منهم، وكما قلت لا علاقة لإجراءاتهم وسلوكهم وتصرفاتهم لا ولا حتى أقوالهم بمصالح العراق، وإنما هي مصالح خارجية. أما الإدارة الأمريكية، لاحظ أخي العزيز عندما، وليلاحظ السادة المشاهدون، أنه عندما يتحدث الجانب العراقي عن طبيعة الاجتماعات، عن النظام، عندما يتحدث عن طبيعة الاجتماعات مع الولايات المتحدة، فإنه يأتي بصيغ تتحدث عن إنهاء الوجود الأمريكي أو الاحتلال الأمريكي أو أسميه ما شئت، بينما وخصوصا عندما يتحدث باللغة العربية، بينما عندما تصدر الأخبار أو البيانات باللغة الإنجليزية فإنها تصدر بلغة مخاتلة ولغة عفوا بلغة أخرى تماما غير اللغة المخاتلة التي تحدث بها أو تتحدث بها البيانات باللغة العربية. أما الولايات المتحدة فهي في وضع أفضل وأقدر على الحديث بكل حرية، وهي لا تريد أن، يعني لا تخشى من أي طرف، ولذلك تتحدث بمنتهى الصراحة. هي تتحدث عن توسيع هذه العلاقات، عن تطوير هذه العلاقات، بمعنى أنها ستشمل ربما ملفات أخرى، ربما ستكون دوائر العمل أوسع، بينما وبالتالي ستتغير الأسماء. ربما لا يكون هناك كما فعلوا من قبل، تحدثوا عن قوات احتلال ثم تحدثوا عن قوات تحالف وبعد ذلك عن مستشارين وهكذا. الأمر لا يتعلق سوى بتغيير المسمى أو التسميات عفوا، أما المسمى فيبقى كما هو. إذن مصطفى كان الرئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، شكرا جزيلا لك.